السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن الخولي، أهلا بيكم في الأتيليه عندي. النهاردة عاملين ورشة اليوم الواحد. ورشة اليوم الواحد هنتعلم منها إزاي نعمل براويز للمرايات، براويز بالموزايك. وعشان نعرف نعمل ده لازم نعرف إيه هي العدد المستخدمة في شغل الموزايك، ومن أول العدد دي هو السيليكون، مسدس السيليكون. وتاني عدة معانا هي القصافة بتاعة تكسير البلاط الموزايك، ومعانا الكماشة لتكسير الرخام، ومعانا الفرطاس أو المالك ده عشان نسقي بيه الفراغات بالمادة. هنشوف مع بعض ازاي. بالنسبة للخامات عندنا أول حاجة خشبة اللي هنلزق عليها المراية، تاني حاجة المراية نفسها، تالت حاجة الرخام لان انا هدخل في التصميم بتاعي رخام، ومعايا بطل الموضوع كله الموزايك. الموزايك بيجي بالمنظر ده شيك الموزايك، وفي منه الوان كتيره جدا ممكن تختار منها اللي انت عايزه، وفي منه اماكن للبيع ممكن نبقى نعرضها مع بعض بعدين. وعندنا الغرق انا حطيته في ازاز زي كده عشان نعرف نستخدمه، هتشوفوا ازاي. وعندنا اسمنت ابيض، وعندنا سفنجة، وأخيرا سلك المواعين. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي. نيجي لمرحلة التنفيذ. أول حاجة هنجيب المراية اللي احنا نزلناها. أنا هنا عامل لها خشبة. الخشبة دي لازقها بسيليكون، لازقها على ظهر المراية. الخشبة دي سمكها حوالي 2 سنتي، لأن أنا عايز إن أنا أرفع المراية عن الموزايك 2 سنتي لفوق، بحيث إن هو يبقى بارز. لو حابب إن أنا ألف ليد عليها من بره أعرف ألف عليها ليد، وبعمل له خرم من هنا أعدي منه سلك الليد بحيث إن هي تركب. نبدأ في أول خطوة. المراية مقاسها 25 سنتي في 25 سنتي، الخشبة دي مقاسها 40 سنتي في 40 سنتي. فأول حاجة هنعملها لو طرحنا المقاسين من بعض هنلاقي إن هنا المفروض هيبقى فيه 7.5 سم، وهنا 7.5 سم، 7.5 سم داير برواز حوالين المراية. أنا بالمسطرة بدأت آخد من هنا 7.5 وأعلم، 7.5 وأعلم، عملت هنا إكس. تاني حاجة هنجيب المراية هلزقها كده، هحط عليها السيليكون بالشكل ده، وهبدأ انزل المراية في النص. يعني دي مراية بس انا حط عليها الورقة دي عشان ما تعملش علينا عاكس او ريفليكشن يضايقنا في التصوير. بتوسطا بالظبط من جميع الاتجاهات، تمام كده هي في النص. السيليكون ده بيحتاج على الاقل 2 ساعة عشان يبدأ يمسك نفسه ويبقى قوي. ممكن نستنى عليها 2 ساعة ونبدأ نشتغل عليها تاني. نيجي لتاني خطوة، لازم نبدأ بالحروف الأول، نحدد الحرف من بره عشان هو ده المساحة اللي مش هعرف أعدل فيها. أي حاجة جوه أنا ممكن أكسر البلاطة أشكلها زي ما أنا عايز، من بره مش هتعرف. فلازم نبدأ بالبرواز الخارجي من بره. ودي ازازة الغيرة، لو تفتكروا قلت لكم هقول لكم ازاي او ليه انا حطيتها في ازازة كاتشب عشان يبقى الاستخدام اسهل، لان انا هبقى عايز ان انا استخدمها بالمنظر ده. هبدأ احط الغيرة بتاعي كده. ده غيرة ابيض. ليه غيرة شفاف؟ غيرة شفاف عشان لو في حتة غيرة او حاجة خرجت بره لما ينشف يبقى شفاف، ما يبقاش لونه ابيض يضايقني.
ببدأ أعمل كده. أنا التصميم بتاعي اللي أنا متخيله في دماغي إن أنا هعمل الأوتلاين الخارجي رخام، وهبدأ أعمل الموزايك بتاعنا من جوه بالشكل ده. حاول على قد ما تقدر، احنا هنضطر نكسر كده كده، فحاول على قد ما تقدر لما تيجي تكسر ما تكسرش على الحرف، كسر جوه. يعني ايه؟ يعني ما جيش في حتة زي كده، انا المفروض اكمل البلاطة كده، ما جيش او محاطط البلاطة كده واقوم مكسر، ممكن تلاقي الحرف مكان التكسير بتاعي مش بيطلع مظبوط 100% زي المنظر ده كده. فبخلي المضيف بره اللي هو جاي من المصنع، وبقوم جاي في النص مكسر بالكماشة وحاططها كده. لما اجي اكسر بالكماشة امسك البلاطة، ادي الرخامة بتاعتي، ما احطش الكماشة في النص كده واكسر عشان عزمها هيبقى قوي جدا، لا ده انا بجيبها على الحرف خالص وبقوم عامل كده وضغط كده يبقى اسهل معايا. ممكن نسيبه شوية ينشف بحيث ان انا لما اجي احط البلاط جوه ما يتزقش مني، ما يتعوجش، عشان يثبت على شكله زي ما هو عشان ما يبوظش الدنيا. انا اختصارا للوقت كنت عايز اوضح لكم الفكرة، بس جبت ميكس قديم من عندي، ميكس يعني مجموعة ألوان عشوائية، الموضوع مش منظم خالص. أي درجات ألوان نقطة عندي من الموزايك جبتها كلها وهنبدأ نشتغل بيها. نبدأ نحط الغيرة زي ما تعودنا. طريقة الرص في بقى مليون طريقة ومليون اتجاه، وكل يعني انت ومزاجك بقى حسب التصميم اللي بترسمه. انا بس هبدأ اعمل ازاي البلاط بيتركب، لان ده اول حلقة او اول فيديو هنبدأ فيه. بعد كده بقى هنبدأ ندخل في تفاصيل، انا لو عايز اعمل بقى بورتريه، لو عايز اعمل حصان، لو عايز اعمل وردة، لو عايز اعمل اي حاجة. دي الاساسيات، ازاي احط بلاطة على الخشب، ازاي اعمل ده بيشتغل ازاي، دي التفاصيل الاساسية. بعد كده هنبدأ ندخل بقى في كل الفرعيات، وانا لو عايز ارسم اعمل ايه، لو عايز اتجاهات اعمل ايه، كل ده هنبدأ ندخل فيه واحدة واحدة. ودي القصافة بتاعت الموزايك اللي احنا بنكسر بيها الموزايك، تكسر بالشكل ده. حاول وانت بتكسر دايما تخلي بالك ان تكسيرك يبقى عمودي على الخط ده، شايفين الخط ده يبقى عمودي كده مش كده. عشان ايه؟ عشان ده عصب البلاط، الازاز بيبقى ليه، ده خامة من خامات الازاز زي ما اتفقنا، الازاز بيبقى ليه عصب لازم اعمله منه. انا لو كسرتها بالمنظر ده هي ممكن تتكسر معايا عادي، بس في أغلبية الأوقات ممكن تتفرتك، ممكن ما تتكسرش كويس، ممكن حاجات كده بتحصل. فيفضل دايما إن احنا بنكسر بعصب البلاطة، عصب البلاطة اللي هو بالشكل ده. وحاول طول الوقت تخلي السلاح ده، ده السلاح القصافة، حاول تخليه نضيف على قد ما تقدر، لأن هو ده عمر القصافة الافتراضي. ونبدأ نشتغل. انا هنا هشتغل بتكنيك بلاط وانصاص مع بعض، تكنيك عشوائي.
كده نكون خلصنا مرحلة رص البلاط. نبدأ نأكد بس إذا كان في بلاط طالع لفوق أو حاجة، نبدأ نضغط عليه واحدة واحدة، وبعينك مع الوقت هتبدأ تفهم وتعرف إيه اللي طالع. نظبط الحواف، لأن أنا ما قدرتش أستنى إن الحواف تمسك نفسها فاشتغلت على طول. يفضل لو معاك الوقت تسيب كل حاجة تاخد وقتها، يعني يفضل، يعني مع الوقت هتعرف تتعلم ده وهتعرف تعمله بسهولة، بس يفضل في البداية طالما انت مش مستعجل ما وراكش حاجة استنى عليها لحد ما ينشف خالص، وبعدين تبدأ في مرحلة البلاط اللي جوه. وفي نقطة مهمة، شايفين الغيرة اللي بارز لبره ده؟ الغيرة اللي بارز لبره ده انا ممكن بمية بالسفنجة اللي انا جبتها والمية بحطها فيها ابدأ اعمل كده، عشان الغيرة ده لو ناشف على البلاط من فوق هيبقى رخم في تنظيفه. كده كده لسه في مرحلة تانية، لسه ما انتهيناش من المراية، لسه في مرحلة تانية، بس دي حاجة بتسهل عليا لما هاجي انضف المراية يكون الموضوع اسهل من كده. ونسيبها يوم تنشف، على الأقل على الأقل 10 ساعات أو حسب الوقت. يعني لو أنا في صيف في شمس الغيرة بينشف بسرعة، لو أنا في شتاء الغيرة بيقعد فترة، فأنا هسيبها تنشف خالص وبعدين ندخل في مرحلة اسمها السقية والبتينة. وبعد ما استنينا عليها تنشف زي ما انتم شايفين، انا استنيت عليها تنشف، الغيرة كله خلاص نشف، هنبدأ في مرحلة اسمها مرحلة السقية. مرحلة السقية بتبقى من اهم المراحل في فينش الموزايك، لانه بيملى الفراغات اللي بين البلاط ده كله، نبدأ نملاه بالمادة، بالمادة او بالاسمنت. انا قلت لكم ممكن نفهمكم ايه الفرق ما بين المادة وما بين الاسمنت. الاسمنت بيعمل الفراغات اللي ما بين البلاط، زي عند اي حد فينا في عنده في البيت سيراميك بيبقى في مادة ما بين البلاط عشان ما فيش اي مية تعدي من بين البلاط. الفرق بينها وبين المادة ان الاسمنت ممكن يعدي رطوبة عادي ممكن تعدي مية، لو نقعت فيها مية في الارض ممكن تعدي مية. المادة بتبقى معالجة للمية، يعني ما تعديش منها المياه، عشان كده بنعمل بيها حمامات السباحه. لما بنيجي نشتغل بالماتيريال دي في حمامات السباحه بنعمل بيها حمامات السباحه، بنعمل بيها الحاجات اللي هيبقى فيها مياه كتير داخله. فبالتالي لو انت هتعمل الحمامه دي للمرايه دي للحمام يبقى هنعمل ماده، لو هتعملها لاوضه نوم لاي حاجه تانية ممكن تعملها بالاسمنت عادي. وعلى فكره برضو الاسمنت بيستحمل، ده مش حاجه تعيب الاسمنت خالص، بس هي الفكرة ان يعني انا بكلمك في احسن حاجة ممكن تعملها، يعني ده افضل ما يكون عشان توصل لأعلى حاجة انت عايز تعملها. نبدأ في المرحلة دي، نبعد دي شوية، نجيب الاسمنت بتاعنا ونجيب مية ونبدأ نفضي المية على الاسمنت. يعني انا مش عارف بالظبط هي تحسب ازاي، يعني كام كوباية اسمنت لكام كوباية مية، بس انا متعود عليها في القوام، يعني بفضل اقلبها لحد ما احس ان القوام بتاعها مناسب ليا ان انا ابدأ اعمل بيها السقية. والسقية دي في حاجات معينة ممكن انت تلونها، يعني لو عندك مثلا انا عامل دي ازرقات، انا ممكن اضيف على السقية دي لون ازرق بحيث ان المادة تبقى واخدة نفس روح الالوان، بس انا مش حابب ان انا اعمل ده، انا حابب ان انا اعملها ابيض. بيبقى الموضوع كله ذوقيا، وكل واحد بيشوف اللي هو حابب بيظهر في الاخر شغله عامل ازاي، هو ده الفرق مش اكتر. نبدأ ننزل المادة كده على البلاط،
الطقس بعد ما خلصنا من مادة كده على البلاط الفرطاس او المالك اللي وريته لكم في اول الفيديو اللي هو ده المفروض لو مساحة كبيرة بنبدأ نمشي يمين وشمال عشان يملأ الفراغات لو مساحة كبيرة، بس هي المساحة صغيرة مش هعرف اتحكم بالمالك كويس، فانا في الحالة دي ممكن اشتغل بايدي، ممكن ابدأ اعمل الوراط كده. كده شلنا كل الزيادة زي ما انتوا شايفين الفراغات كلها اتملت، مبقاش في عندي فراغات. شلنا المادة الزيادة هنسيبها تنشف خالص، وبعد ما تنشف بالسلكة نبدأ نلمع بقى وننظف البلاط وهصورها لكم.